أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. أخبار الخليج البحرينية: القوى السياسية في العراق تستعد مبكرا لتزوير الانتخابات. القدس العربي: الجيش العراقي ينقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد. وتتساءل الجريدة الكويتية في تقرير لها: هل دمرت إسرائيل مرفأ بيروت بسلاح جديد؟ في زاوية مقالات يكتب عبد الرحمن الثابتي في عكاظ السعودية: السياسة الإيرانية وصراع المرجعيات. ويكتب نسيم عنيزات في الدستور الأردنية: الشرق الأوسط الجديد. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن القوى السياسية في العراق تستعد مبكرا لتزوير الانتخابات، وهي تتسابق لابتكار الوسائل الأكثر تطوراً. وأشارت منظمات رصد إلى إصرار الأحزاب على رفض البطاقة البيومترية والإبقاء على البطاقة الانتخابية القديمة لوجود مئات الآلاف منها في حوزة تلك الأحزاب لتستخدمها في الانتخابات المقبلة وتزويرها خارج العراق وإدخالها قبيل عملية الاقتراع. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الأحزاب العراقية تدور في حلقة مفرغة بشأن الانتخابات في ظل تعدد الجهات المؤثرة وصعوبة التوصل إلى إجماع سياسي. ويرى ناشطون أن إجراء الانتخابات دون حصر سلاح الميليشيات المنفلت لن يؤدي إلى تحقيق مطالب المتظاهرين المنادية بالتغيير. ويقول الصحفي سرمد الطائي إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة في العراق دون حماية أصوات الناخبين قد يعزز الهيمنة الإيرانية على الحياة السياسية في العراق. وفي عنوان آخر، قالت صحيفة العرب اللندنية إن ميليشيات إيران تلعب على وتر الطائفية وتستهدف الناصرية. وكشفت مصادر استخبارية إن المتهم الذي يقود السيارة المفخخة ينتمي إلى ميليشيا أنصار الله الأوفياء التابعة للحشد الشعبي. ويقول مراقبون إن سعي الجماعات العراقية التابعة لإيران لتفجير نزاع طائفي يعكس أزمتها العميقة برفض الشارع الشيعي لها. عنونت صحيفة العربي الجديد اللندنية: البيت الأبيض يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي وسط شد وجذب سياسي في بغداد واستمرار الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف على الكاظمي استباقا للزيارة وما سينتج عنها، وتخشى الميليشيات الموالية لإيران من أي تفاهمات تتعلق بها. أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى تحذير من تدني مستوى التحول الديمقراطي في العراق في استطلاع أجراه خبراء في علم الاجتماع والقانون والعلوم السياسية بشأن الديمقراطية في العراق. وتم التوصل إلى نتائج تضع العراق في أدنى سلم معايير الحكم الديمقراطي. وأظهر المسح الوطني أن الحراك الاحتجاجي نجح في فرض خياراته الأساسية. نقلت صحيفة المدى العراقية من منظمة فرانكفون الفرنسية لحقوق الإنسان تغييب 8615 شخصاً في العراق منذ عام 2017. وأشارت التقارير إلى أن مدنيين ونشطاء ومعارضين مسالمين قد تم اختطافهم وتغييبهم من قبل قوات أمنية أو مجاميع مسلحة مجهولة وإيداعهم في مراكز اعتقال سرية. ونبقى في المدى العراقية، حيث أكدت أن التفشي السريع المجهول هو مرحلة جديدة من أزمة كورونا في العراق. وتوقع مسؤول في وزارة الصحة ارتفاع معدلات الإصابة، مشيرا إلى أن العراق دخل مرحلة جديدة من الأزمة قد ترتفع فيها الإصابات إلى أكثر من 3000 يوميا. قالت صحيفة القدس العربي اللندنية إن الجيش العراقي قام بنقل مواد شديدة الخطورة من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي إلى مخازن الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيل عنها. ويأتي ذلك بعد أيام من الانفجار في مرفأ بيروت.
تتساءل صحيفة الجريدة الكويتية في تقرير لها: هل دمرت إسرائيل مرفأ بيروت بسلاح جديد؟ يقول التقرير: بينما لا يزال انفجار مرفأ بيروت الغامض يستحوذ على الاهتمام الدولي، نشر الصحفي الفرنسي تيري ميسان في موقع شبكة فولتير تقريرا بعنوان: إسرائيل تدمر شرق بيروت بسلاح جديد. ولفت ميسان إلى أنه من غير المعروف ما هو السلاح المستخدم في تفجير المرفأ، مضيفا أن إسرائيل قامت على الفور بتفعيل شبكاتها في وسائل الإعلام الدولية، وذلك للتستر. أما الآن فننقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات يكتب جليل وادي في الزمن العراقية: الانتخابات المبكرة ليست خيارا مناسبا. ويرى الكاتب أنه لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة ومستقلة مع سلاح سائب وقوى مسلحة خفية ومعلنة لها من النفوذ والتأثير أقوى مما لدى الدولة. ويضيف بالقول: الأولوية هي لإصلاح العملية السياسية ودستورها وتشريعاتها الأخرى من قبل خبراء سياسيين وقانونيين محايدين لتطهير البيئة السياسية من الألغام. ويكتب عبد الرحمن الثابتي في عكاظ السعودية: السياسة الإيرانية وصراع المرجعيات. ويرى الكاتب أنه قد يختلف الأصوليون والإصلاحيون في النظام الإيراني على آلية تنازع السلطة الداخلي، ولكن لا يختلفون كثيرا في أبجديات السياسة الخارجية تجاه الدول العربية والمنطقة. ويأمل الكاتب أن يبقى العراق في ثوبه العربي بكل تنوعاته، وأن يتخلص من الإرهاب السياسي الإيراني قريبا. أخيرا يكتب نسيم عنيزات في الدستور الأردنية: الشرق الأوسط الجديد. يقول عنيزات: يبدو أن فكرة الشرق الأوسط الجديد تدخل مرحلة جديدة، ويلاحظ من مجريات الأمور سيرها نحو النهايات، وذلك بتضييق الخناق على المنطقة من كل الاتجاهات وإغراقها بتحديات وأزمات لا طاقة لها بها، ولن تتمكن أي دولة من مواجهتها منفردة في ظل التشرذم العربي. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة السيد حسين السبعوي الكاتب والباحث في الشأن العراقي. يسرنا تفضلكم بمتابعة حيثيات الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول السيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث بالشأن العراقي. مرحبا بك أستاذ حسين إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا، حياكم الله سيد الكريم. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من عنوان صحيفة أخبار الخليج البحرينية: القوى السياسية في العراق تستعد مبكرا لتزوير الانتخابات، وهي تتسابق لابتكار الوسائل الأكثر تطورا. ما طبيعة هذه الوسائل؟ أنا أعتقد الوسائل هي قسم من قسم التقليد الكلاسيكي
وهي يعني الإجبار الناخب على انتخاب شخصية ما، التزوير من خلال المال، من خلال كذا. أما التزوير الحديث الذي يستعده المرشح أو الكتل السياسية، أعتقد هم ينتظرون الأجهزة التي ستدخل إلى المفوضية من خلال نوع هذه الأجهزة، يبتكرون طريقة جديدة لكيفية اختراق هذه الأجهزة والتعامل معها، سواء جهاز العدوى الفرز الإلكتروني أو البطاقة البارومترية، لأن البطاقة البارومترية هي تقلل التزوير ولكن لا تمنع التزوير مطلقا. وأيضا التزوير في العراق لا يمكن أن يكون سببه واحد أو بآلية واحدة، بل هناك آليات متعددة للتزوير. نعم، ننتقل إلى صحيفة العرب اللندنية التي تقول إن الأحزاب العراقية تدور في حلقة مفرغة بشأن الانتخابات في ظل تعدد الجهات المؤثرة وصعوبة التوصل إلى إجماع سياسي. من هي الجهات المؤثرة برأيك؟ يعني وأكيد الجهات المؤثرة على العراق هي إيران ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الجهات هي من يعني تولت العملية السياسية، وهي التي تدير العملية السياسية في العراق من خلال أدواتها داخل العراق. لهذا السبب هناك خلاف، لكن لا أعتبره خلاف استراتيجي ما بين إيران والولايات المتحدة بقدر ما هو خلاف تكتيكي حول إدارة العملية الانتخابية المقبلة لوجود مجلس نواب يخدم مصالحهم الخارجية بغض النظر دون مصالح الوطنية التي يحتاجها العراق. نعم، عنوان آخر لصحيفة العرب اللندنية: ميليشيات إيران تلعب على وتر الطائفية وتستهدف الناصرية بسيارة مفخخة، والمتهم ينتمي إلى ميليشيا أنصار الله الأوفياء وهي تتبع لقوات الحشد الشعبي. ما المراد من هذه العملية وفي الناصرية تحديدا؟ يعني أولا نحن خلونا نقول أنه ما أخفي كان أعظم. هذه العملية مجرد كشفت وفضحت إلى وسائل التواصل والإعلام وإلى آخره، أما ما أخفي كان أعظم كثير. كثير من العمليات التي استهدفت المتظاهرين والتجمعات الشعبية هي كانت من المنتمين إلى الحشد وإلى هذه الميليشيات، خصوصا أنصار الله أو حزب الله وما إلى آخره، لكي يخلط الأوراق. وكلما تقترب فترة الانتخابات أو تاريخ الانتخابات تظهر الخلاف الطائفي والصراع الطائفي والتصريحات الطائفية. كان يعد لهذه العجلة أن التهمة جاهزة كانت لأحد المدن الوسط وخاصة مدينة تكريت بأنها هي من أرسلت هذه العجلة. الصراع الطائفي هو الغذاء الذي يتغذى عليه السياسيين الذين جاءوا بعد 2003، هو غذائهم والذي يساعدهم على البقاء. بدون هذا الصراع وبدون هذا النهج الطائفي لا يمكن أن يكون لهم بقاء. طيب، ننتقل إلى صحيفة العربية الجديد اللندنية التي عنونت: البيت الأبيض يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي وسط شد وجذب سياسي في بغداد واستمرار الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف على الكاظمي استباقا للزيارة وما سينتج عنها. ما النتائج المرتقبة من زيارة الكاظمي لواشنطن؟ يعني أولا خلينا نقول أنه الزيارة الكاظمي إلى واشنطن أو ما يتفق داخل من خلال هذه الزيارة، هو لم يكن هناك اتفاق بين قوتين متكافئتين أو بين جهتين متكافئتين، بين تابع ومتبوع. هذا ما يجب أن نذكره. أي اتفاقية أو أي معاهدة لم تكن هنا ما راح تكون ما بين يعني جهتين متكافئتين، بين تابع ومتبوع. هذا أولا. الجهات التي تضغط على الكاظمي أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة هي ليست لديها مشكلة استراتيجية مع الولايات المتحدة بقدر ما هي تريد تمثل مصالح دول خارجية أخرى بغض النظر عن المصالح الوطنية. هؤلاء انتمائهم خارجي لإيران تحديدا، ولهذا السبب هم رعاة مصالح إيران على العراق، ولهذا السبب تجد هذا الخلاف. أنا أعتقد ما زال الخلاف تكتيكي ما بين الميليشيات والولايات المتحدة وليس خلافا استراتيجيا، بدليل أن الولايات المتحدة قبل أسبوع أو هكذا الكونغرس أوقف دعم منظمة بدر. طيب، إذا كنتم تدعمون منظمة بدر كل هذه السنين وهي تقتل الشعب العراقي، إذن ما هو الخلاف الذي سيكون أثناء زيارة الكاظمي؟ لهذا السبب الخلاف هو هل تدعم أم توقف الدعم. القصة هذه وليست خلاف استراتيجي باعتبارها منظمات إرهابية يمكن استهدافها كمنظمة داعش والقاعدة وغيرها.
نعم، نتحول إلى صحيفة الشرق الأوسط التي تشير إلى تحذير من تدني مستوى التحول الديمقراطي في العراق، وذلك في استطلاع أجراه خبراء في علم الاجتماع والقانون والعلوم السياسية. برأيك ما الذي يعيق عملية التحول الديمقراطي في العراق؟ يعني حقيقة قضية التحول الديمقراطي لا يمكن أن تحصر بسبب واحد، هناك عدة أسباب. أول سبب لغياب التحول الديمقراطي أو تأخر التحول الديمقراطي طبعا بالتأكيد هي الميليشيات. الميليشيات أصلا هي لا تريد دولة، ولهذا أنه العراق اليوم رغم وجود انتخابات ووجود مؤسسات لكنها غير فاعلة وليس لها أي دور. كيف الانتخابات تديرها ميليشيات؟ كيف الانتخابات تشترك في هذه الميليشيات؟ أنا من 2003 المتتبع للشأن العراقي يدرك بأنه جميع الانتخابات التي حدثت منذ 2003 وإلى الآن تقريبا 5 انتخابات مع بعض الاستفتاءات، جميع هذه الانتخابات هي متهمة بالتزوير. التزوير مهما كان حجمه فهو يسقط شرعية الانتخابات. ضف على ذلك غياب المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، سيطرة الميليشيات، عملية التهجير والاعتقالات والمخيمات النازحين، كل هذا لا يمكن أن يكون في دولة تتحول إلى نهج ديمقراطي أو تتبنى النهج الديمقراطي. العراق الآن هو متجه إلى منظومة لا دولة. صحيفة المدى العراقية تنقل عن منظمة فرانكفون الفرنسية لحقوق الإنسان تغييب 8615 شخصا في العراق منذ عام 2017 وتم إيداعهم في مراكز اعتقال سرية. ملف التغييب القسري في العراق إلى أين؟ ملف التغييب القسري بدأ منذ 2003 وخصوصا الطائفي على يعني بالأسلوب الطائفي، أعتقد نهايته يعني أنا لست متفائل في نهايته قريبا. السبب لأنه العامل الخارجي هو عامل مساعد لهؤلاء المجرمين ولهذه الميليشيات. لو كانت هناك منظمات دولية فاعلة تحاسب هذه الميليشيات الإجرامية يمكن هناك أن يكون هناك تفاعل أو هناك شيء من الأمل. أنا أعتقد القضية مستمرة وممكن تضاف مناطق أخرى وأعداد أخرى إلى الإخفاء القسري وإلى التهجير والتغيير الديمغرافي في العراق طالما هناك غياب للدور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لمحاسبة هؤلاء. أما الداخلي فهو عامل مساعد، يعني الدولة هي أو الحكومة بجميع تشكيلاتها القديمة والحالية ووزاراتها هي ساندة لهذه الميليشيات، بدليل اليوم منطقة جرف الصخر لا يستطيع رئيس الوزراء أن يدخل إلى هذه المنطقة، ليس إعادة بل هو شخصيا لا يستطيع الدخول لها. هذه دولته وهو قائد عام القوات المسلحة، فكيف بنا أنه نتأمل قريبا بأنه سيكون هناك حل؟ حقيقة أنا أستبعد الحل قريبا. نعم، من عناوين صحيفة القدس العربي اللندنية: الجيش العراقي ينقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد بعد أيام من الانفجار في مرفأ بيروت. من المسؤول عن وجود مواد شديدة الخطورة في مطار بغداد الدولي برأيك؟ يعني شوف أنت لاحظ حتى بيان الجيش يفترض به أن يقول هذه المواد تابعة لأي جهة ولمن، ومن ثم يحاسب هذه الجهة، لأن أول شيء المطار هو منطقة سيادية، مطارات والحدود وهذه مناطق سيادية. إذا كان داخل المطار موجودة هذه المواد والجيش لا يجرأ على يعني تحديد الجهة المالكة والمتهمة بهذه المواد، فإذا الدولة أو الحكومة بجميع مفاصلها هي مسؤولة عما يجري. مواد شديدة الانفجار داخل المطار، الجيش لا يصرح لنا لمن تابع هذه، فإذا المشكلة العراقية مشكلة كبيرة جدا، والميليشيات هي متغولة على الدولة وداخلة في جميع مفاصل الدولة، بل هي أحيانا أقوى من الدولة. وكان البارحة في تصريح لرئيس وزراء لبنان عندما استقالت الحكومة اللبنانية قال أنه الدولة العميقة ومنظمة المنظمات اللا دولة هي أقوى من الدولة وهي سبب إفشال الحكومة اللبنانية. اليوم في العراق نفس المشهد وزيادة وأكثر، الميليشيات والدولة العميقة هي المسؤولة وهي التي تقود الدولة، لهذا السبب تجد مؤسسات الدولة عاجزة عن الحل وعاجزة عن مواجهتها. نعم، تتساءل صحيفة الجريدة الكويتية في تقرير لها: هل دمرت إسرائيل مرفأ بيروت بسلاح جديد؟
وينقل التقرير عن الصحفي الفرنسي تيري ميسان في موقع شبكة فولتير: إسرائيل تدمر شرق بيروت بسلاح جديد، هل لإسرائيل دور في انفجار مرفأ بيروت برأيك؟ يعني هذا الأمر غير مستبعد، طبعا لا يوجد دليل قطعي على استهداف إسرائيل لمرفأ بيروت، لكن أيضا هناك مسؤولية كبيرة جدا على القائمين على مرفأ بيروت وتخزين هذه المواد شديدة الانفجار. أما هل أطلقت إسرائيل صاروخ أو أي قنبلة على مرفأ بيروت، هذا الأمر غير مستبعد، خصوصا بعض الفيديوهات وبعض التصريحات وبعض مراكز الأبحاث صرحت بمثل هذا. وأنا أشكك حتى في زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في هذا التوقيت هو لمص الزخم ولإبعاد شبهة إسرائيل، تهمة إسرائيل في تفجير مرفأ بيروت، عندما عاد مباشرة صرح بأنه كان حادثا عرضيا. نتحول إلى زاوية مقالات، حيث يكتب عبد الرحمن الثابتي في صحيفة عكاظ السعودية: السياسة الإيرانية وصراع المرجعيات. يرى الكاتب أنه لا يختلف الأصوليون والإصلاحيون في النظام الإيراني في أبجديات السياسة الخارجية تجاه الدول العربية والمنطقة. برأيك هل ستتغير السياسة الإيرانية تجاه دول المنطقة إذا ما تغيرت أبجديات السياسة الدولية؟ يعني أعتقد الإصلاحيين كما يسمى والمحافظين هم لا يختلفون في علاقتهم بل وعدائهم مع العالم العربي وقضية التوسع الإيراني. الخلاف هو خلاف تكتيكي داخل إيران من خلال آليات ووسائل التغيير أو التوسع الذي تسعى إليه إيران. فخلافهم ليس خلاف باتجاه العالم العربي بقدر ما هو خلاف داخلي في إدارة شؤون الدولة الإيرانية والتوسع، مشروع التوسع الإيراني، لأن كلاهما يتفق على مبدأ تصدير الثورة. مبدأ تصدير الثورة هو مخالف لجميع قوانين الدولية والأعراف الدولية. هم ليس لديهم مشكلة، لأن هذه مشكلة، هذه قضية تعتبر دستورية لدى إيران. خلاف داخلي تكتيكي في قضية الوسائل وليس في الأهداف. السياسة الدولية لحد الآن هي يعني ليست لديها مشكلة في التوسع وإشعال الحراك الإيراني، إشعال الحراك إيران داخل المنطقة العربية، بقدر ما لديها مشكلة مع السلاح النووي الإيراني. الخلاف الدولي مع إيران حول السلاح النووي وليس في تمددها داخل المنطقة وإشعالها للحراك. ليست لديهم مشكلة في تمددها في العراق، في سوريا، لبنان، اليمن، بل هم داعمين لها. ولاحظ جميع الاتفاقات واللقاءات ما بين 6+1 مع إيران لم يتطرقوا إلى قضية التمدد الإيراني وإشعال الحراك في المنطقة ودعمها للإرهاب، بقدر ما قضيتهم مع التسليح الصواريخ الإيرانية والسلاح النووي الإيراني. بمعنى أن الناس يسعون إلى مصالحهم، لا يريدون أن تكون إيران دولة نووية، لكن يريدون إيران أن تكون دولة مشعلة للحرائق تفتت المنطقة تشعل صراعات. هذه القضية لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير فيها، وأعتقد المجتمع الدولي هو داعم لهم لحد هذه اللحظة. نعم، أخيرا يكتب نسيم عنيزات في صحيفة الدستور الأردنية: الشرق الأوسط الجديد. يقول الكاتب: يبدو أن فكرة الشرق الأوسط الجديد تدخل مرحلة جديدة، ويلاحظ من مجريات الأمور سيرها نحو النهايات، وذلك بتضييق الخناق على المنطقة من كل الاتجاهات. برأيك هل الشرق الأوسط الجديد يلوح في الأفق؟ نعم، أنا أعتقد هذا بدأ بعد عام 2016 وهي نهاية سايكس بيكو كمئة عام. بدأ هذا الأمر، بدأت منهج مشروع الفوضى الخلاقة اللي تولته الولايات المتحدة وكندليزا رايز التي صرحت بها. أعتقد إيران من أهم الأدوات التي استخدمت في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط من خلال إشعالها للحرائق وتفتيت الدول القومية إلى دول طائفية وكانتونات. نعم، هناك بعض الأنظمة أيضا ساهمت في هذا المشروع اللي هو مشروع الشرق الأوسط، وأعتقد الخاسر الأكبر هي المنطقة العربية، ستكون سيؤدي بهذا المشروع إلى مزيد من الحرائق، مزيد من الدماء، تقسيم المقسم، هذه الدول تقسم مرة ثانية على شكل كانتونات أو على شكل دول طوائف، والخاسر الأكبر هي المنطقة العربية. وأعتقد المجتمع الدولي هو داعم لهذه الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الكبير، ولم نمتلك وسائل لمواجهة هذا المشروع لحد هذه اللحظة. نعم، في ختام الحوار أشكرك أستاذ حسين الشكر الجزيل لانضمامك إلينا من اسطنبول عبر الهاتف. شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة
دمتم في أمان الله وحفظه.